حزب جبهة العمل الإسلامي يرفض قانون الانتخاب الجديد رفضا قاطعا، ويعتبر أن الدافع وراءه هو الإصرار على التفرد بالسلطة. أمين عام الحزب حمزة منصور، وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الحزب، أعرب عن أمله في أن يرد الملك القانون، وأن يشكل حكومة إنقاذ وطني تعد لقانون انتخاب يسهم في إخراج الوطن من أزمته. منصور حمل جميع الأطراف التي مررت القانون المسؤولية عن التداعيات المحتملة له. بدوره القيادي في الحزب علي أبو السكر قال إن قرار المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة أو مقاطعتها سيتخذ بعد التشاور مع القوى السياسية والأخذ بمصلحة الوطن العليا. نعلن رفضنا القاطع لهذا القانون، ونحمل كل الأطراف التي أقرته أو أسهمت في إقراره مسؤوليات تداعيات هذا القانون وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، ونطالب كل صوت حر وإرادة طليقة أن يعلن رفضه لهذا القانون وأن يبرز خطورة إجراء الانتخابات وفقه. وإن كان ثمة بقية من أمل بعد فوات الأوان فإنها تتمثل في رد جلالة الملك القانون وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجري حوارا حول القانون الذي يسهم في إخراج الوطن من أزمته. وإن كنا نخشى أن يوشح القانون بالإرادة الملكية مع عقد هذا المؤتمر الصحفي.